احنا بقالنا حوالي 5 ايام ودي مش اول مرة بنستضيف ورشة عمل للمديرين الفنيين برئاسة الفيفا في مصر. انت عارف كل الناس عارفة ان مصر رائدة في افريقيا في كرة القدم، فدايما الفيفا بتختار مصر انها تبقى مركز ل ورش العمل، المؤتمرات الخاصة بالمديرين الفنيين والشغل بتاع الكورة. فدي ما هياش أول مرة، لا هي أنا مش عارف أعد عدد المرات. يعني احنا دلوقتي في رخصة ايه شغالة، في واحدة تانية في شهر 7 إن شاء الله. احنا كنا بنشتغل على رخص دي وسي الفترات اللي فاتت، احنا كان بتنقصنا الرخصة ايه والبرو، ودي اوريدي احنا ابتدينا فيها، وفي في مجموعة دلوقتي بدأت اعتقد من يومين الرخصة ايه. هو الاهم من كده ان ورشة العمل دي خاصة ب ازاي نطلع لعيبة جداد موهوبين، ازاي نكتشف لعيبة موهوبين، ازاي نغذي المنتخبات بلعيبة، ازاي نساعد الأندية اللي بتشتغل على قطاعات الناشئين والبراعم. هم جايين بيساعدوا مجموعة من الدول الأفريقية ان هم ازاي نزق قصة ان احنا نطلع أجيال جديدة للمنتخبات الوطنية. ده برنامج الفيفا بتدعمه فنيا وماليا، ان احنا نبني أكاديميات جديدة او ننشئ اكاديميات جديدة، نساعد الاكاديميات الموجودة. فخدوا جولة وابتدوا يبصوا على الاكاديميات اللي موجودة اوريدي عندنا، انبهروا بالبنية التحتية في مصر، مش مصدقين اللي موجود في مصر كبنية تحتية. ودي نقطة انطلاقة قوية جدا بالنسبة لنا كمصر. مع احنا دلوقتي عندنا ادارة فنية برئاسة الكابتن علاء نبيل، هم سعداء جدا تخطيط القادم. كابتن علاء بقاله ما كملش شهرين او 3 شهور، فهم يعني سعداء بالتخطيط اللي ابتدى يتعمل، ابتدى يتحط على الارض. الحاجات دي بس عشان نشوفها بتاخد وقت شوية طويل عشان يبتدي الناس في الشارع تلاحظها. ابتدينا نشتغل على الاطفال، او هنقول الاطفال 11 سنه و12 سنه و13 سنه و14 سنه، ده الخطه اللي الاداره الفنيه برئاسه الكابتن علاء ابتدت تعملها. هم الفيفا قالوا احنا هندعمكم فنيا بخبراء فنيين، لو عايزين حاجه ماليه، عايزين تعملوا معسكرات، عايزين نجيب لكم فرق في نفس السن ده عشان يبتدوا الاولاد ياخدوا خبرات من السن الصغير ده. انت عارف احنا عندنا الولاد على بال ما بيبتدوا يلعبوا ماتشات دوليه بيبقى مثلا في 17 سنه 18 سنه، فده لو يعني اتيحت لهم الفرصه، وبيبقى عدد اللي هو بيبقى بيلعب في المنتخب فهم بيبقوا 30 40 واحد. لا دول عايزين يعملوا الخبرات دي او يدوا للولاد الخبرات، ولاد وبنات على فكره، يدوا الخبرات دي من سن 11 سنه و12 سنه، بحيث الولد يطلع متاسس فنيا كويس، عنده الخبرات، ما عندوش الرهبة في انه يلعب فرق اجنبية وافريقية من وهو عنده 11 سنة بيلعبهم. فالفيفا بتدعم ده زي ما بقول لك فنيا بامكانياتها الفنية، بتدعم ده ماليا، بس بتبقى عايزة تشوف من الاتحاد الاهلي لا يعني مبادرات. الحمد لله هم المرة دي لقينا عندنا خطة كاملة متكاملة هنبدأ تنفيذها فورا. يعني احنا انت قبل ما اسجل معاك كان في اجتماع دلوقتي مع الـ الادارات الفنية بتاعت الفيفا، وقالوا احنا كده يعني كبلاننج انتوا خلاص تمام، احنا عايزين نحطه على الارض وعايزين نشوف بقى القصة هتبقى ماشية ازاي عندكم.